السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاك احمد الابيض، متخصص في التصوير بخبره 6 سنين، وبعدين من سنتين كده عملت شيفت كارير جرافيك ديزاينر. النهارده ان شاء الله هنعمل الديزاينات دي. تعالوا بقى واحده واحده نشوف عملناها ازاي. اول حاجه مهمه عندنا الفكره. انا دلوقتي عايز اعمل تصميم، طب عايز تعمل تصميم ايه؟ عايز اعمل تصميم كذا، خلاص؟ فبكتب الفكره او بسجلها في دماغي، تمام؟ بعدين تاني خطوه عندنا نخش على النت وندور على افكار او ستايلات مشابهه للفكره اللي في دماغي. نجيب الافكار دي منين؟ عندنا موقعين، موقع اسمه بي هانس، اكيد معروف عند معظم الناس يعني، بس انا بوضحه للي مش عارفه. تمام، بتعمل عليه اكونت وكده، تمام، بيبقى ظهر لك بالشكل ده. على حسب بقى الحاجات اللي انت مهتم بيها بتبقى هي اللي ظاهره عندك، تمام. وعندنا موقع تاني اسمه ايه، بنترست، هنكتب فيه اللي احنا بندور عليه. احنا ان شاء الله هنعمل تصميم ايه، هيبقى كولاج وهو بوستر. يبقى احنا عايزين ايه؟ بوستر كولاج ديزاين. خد الكلام ده كله، كنترول ايه كنترول سي، نيجي هنا كنترول في، تمام. هيطلع علينا ديزاينات كتير. لو انت لسه يعني بتحاول كده مع الكولاج ولسه ايه بتحاول كده مع الفوتوشوب وكده، ما تختارش الحاجات المعقده. يعني انت مثلا ما تختارش حاجه زي كده، ما تختارش حاجه زي حاجات فيها تفاصيل كتير، بلاش منها، خليك في الحاجات اللي هي ايه، ابسط البسيط. حاجه زي كده، حاجه زي مثلا ايه كده مثلا، حاجات تكون ايه تعرف تعملها، تبقى انت شايف تفاصيلها كلها قبل ما تبدا في الديزاين، تبقى انت شايف ايه تفاصيلها كلها، تمام. انا الحاجه اللي عجبتني كانت على بيهانس، تمام، اللي هو شاب اسمه فالكون، ده اللي عجبني، اسمه محمد رضوان، تمام. انهي تصميم بقى؟ التصميم ده، تمام. احنا كده ايه جالنا تصور كده عن التكوين اللي احنا هنعمله. يبقى الخلفيه فيها ملمس، تمام، وعندنا الهيرو شخص هيبقى موجود، وعندنا ايه الكتابه، خلاص، عنوان رئيسي او عناوين فرعيه، تمام كده. بس احنا كده فهمنا احنا عايزين ايه، تمام. نبدا بقى نخش على فوتوشوب، هنفتح فوتوشوب ونعمل نيو، تمام، ونعمل الفايل على ايه، ان هو يبقى 1080 في 1080، هيبقى سوشيال ميديا بوست، فيبقى ايه مربع يعني. ريزوليوشن كام؟ خليها 150، تمام. كرييت، نسينا نسمي الفايل بس مش مشكله، نسميه واحنا بنكسبورت ان شاء الله. خلاص، احنا عندنا اول حاجه ايه قلنا، ان في باك جراوند وعليها تكتشر. طب انا هل انا عاجبني الباك جراوند تبقى حمراء؟ انا بالنسبه لي لا، انا عايز الباك جراوند تبقى بيج. اول حاجه هنعملها نجيب سوليد كلر، خلاص، واجيب الدرجه اللي انا عايزها، كل واحد بقى ورغبته، تمام. دي تبقى بني شويه، تمام. يبقى انا كده ايه اخترت الباك جراوند، تمام. طب الباك جراوند دي فيها تكتشر، طب نجيب التكتشر ده منين؟ خش هنا على موقع اسمه ايه، فري بيك، اكتب له اللي انا عايزه. انا عايز ايه، باك جراوند تكتشر. كتبنا باك جراوند تكتشر، ندور بقى على الشكل اللي ايه اللي مناسب معايا، كل واحد بقى وذوقه. بس انا ايه لو اعتمدنا ده بالنسبة لي ده كويس. بص، نعمله داونلود. يفضل بقى ان انت اي تكتشر يقابلك تحطه في فايل معين، بحيث ان انت ايه لو ما عملتوش في الديزاين ده ممكن تعمله في الديزاين اللي بعده وهكذا، تمام. سيفناه، تمام، نخش نجيبه نحطها على الصورة بتاعتنا أو الخلفية بتاعتنا. نكبر، نكبر ازاي؟ بندوس Alt، نشد بالسهم، تمام. طيب دلوقتي عندنا حاجة، إن أنا عايز أظهر الأسود ده ومظهرش الأبيض، بنعمل الكلام ده ازاي؟ نغير المود، تمام، لمالتي بلاي، فيظهر لنا الأسود بس. طيب أنا حاسس إن كده هو غامق، مش ده التصميم اللي أنا عايزه، أنا عايزه يبقى أفتح شوية، فهنعمل إيه؟ ندوس كليك هنا على اللاير، تمام، هيجيب لنا اللي هو ايه البليندنج اوبشن، تمام. فهو كارنت لاير اللي هو هنغير او هنعدل في اللاير بتاعنا، اندر لاينج لاير ده ايه، هنظهر من اللاير اللي تحته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاندر لاينج لاير دي بتظهر في اللاير بتاعنا من اللاير اللي تحت. اللاير اللي تحت اللي هو فيه الوان فاتحه والوان غامقه، فاحنا من هنا بنقول احنا عايزين ايه نظهر الالوان الغامقه، ومن هنا بنقول احنا عايزين نظهر ايه الالوان الفاتحه، تمام. بس هو اصلا ما عندناش حاجه في اللاير اللي تحت، هو لون واحد،
احنا عايزين بس ايه من فوق نعمل كده. خلاص نقلل الغامق ونزود ايه الفاتح، بحيث ان هو يبقى ايه، يبقى افتح شوية من مكان. استنى ارجع بس سنة كمان كده، تمام كده مثلا. تمام، يبقى انا كده اول حاجة الخلفية بالملمس بتاعها خلص بالنسبة لي. طيب في ايه تاني؟ الهيرو. طب الهيرو بالنسبة لنا ايه؟ كنت مجمع كام صورة كده، تمام، صورة مثلا دي بتاعت تأجير اخواتنا، فاحنا عندنا الصورة اهي، هنصغرها شوية عشان نشتغل برضو بشكل منضبط. عايزين ايه؟ نعمل جايدز. ايه الجايدز دي؟ اللي هي الدليل، جايد يعني دليل هيقسم لك الفريم بحيث ان انت تشتغل عليه بشكل منضبط. تمام، نعمل فيو جايدز، نيو جايدز لاي اوت. انت معاك اهو الجايدز لاي اوت اتفتحت. طب انت محتاج ايه؟ محتاج ان هو يبقى قاسم لك ديزاين او الارت بورد بالنص. هيوصل في النص ازاي؟ انت عندك الديزاين ده 10 80، فنصه كام؟ 540. نص ال 1080 540، تمام. فانت بتخلي التوب والبوتوم 540. التوب والبوتوم ده اللي هو احنا مثلا لو عملنا ده 100 وده 100، تمام، فيظهر لك من فوق ومن تحت. تمام، فانت بتخليهم هما الاثنين على 540 عشان يبقى هما الاثنين في النص، واليمين والشمال برضو اللي هو الليفت ورايت 540. تمام، يبقى هو كده معاك في النص. فاحنا هنصغره كده شويه ونطلعه لفوق، تمام، عشان ايه؟ لسه هيبقى فيه كتابه تحت وكده. تمام، انتر. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخليه زي الباك جراوند كده، ايه، في ملمس قبل الصوره. في حاجه احنا نسيناها، يعني التصميم اللي كان معمول اصلا كان فيه ايه؟ كان فيه براش هنا كده وبراش هنا، صح كده؟ انا عايزين نعمل حاجه زي كده. فهنعمل ايه؟ نقف على الباك جراوند، نجيب البراش بالبي او بنجيبها من هنا اهي، تمام، نعمل نيو لاير زي ما انتم شايفين اللي ظهرت دي ايه؟ دي براش. طب هل اصلا دي موجوده في الفوتوشوب؟ لا. طب هنزلها منين؟ نخش هنا نعمل ويب سايت اسمه براش ايزي، تمام، تكتب على هنا، تكتب في السيرش بينت، ماشي، او بينتر، تمام، انتر. جاب لك اهو البراشز بقى ايه، تنزل منها وتعملها دراج اند دروب في الفايل بتاع البراشز هتلاقيها ظهرت. تمام، انت بقى على حسب البراش اللي انت عايزها، بس انا ايه نشتغل بالبراش دي. تمام، نخفي ده بس الاول. فهنعمل دي ازاي؟ هندوس بالاي نجيب الدرجه دي ونخليها افتح شويه، خلاص، ونجيب البراش تاني كبرها، كبرها، تمام، نعمل كده، حلو. لو دوسنا شيفت وحركنا كده هتلاقيها بتتحرك معايا ايه؟ تتعكس. تمام، نضرب واحده هنا كده مثلا، خلاص، نعمل كده، نضرب واحده هنا مثلا، خلاص. طب انا شايف، وكمان واحده هنا مثلا، خلاص. طب انا لو شايف ان ده اوفر وعايز اقلله بعمل ايه؟ بنعمل ماسك، خلاص، ونجيب بقى البراش، ممكن نقلل الاوباستي بتاعتها، خلاص، ونقوم جايين مقللين حجمها شوية كده مثلا، وأبدأ إيه؟ أضرب في اللي أنا عامله كده، خلاص، فيبدأ يديني تدريجة شكلها كويس، تمام. طب حاجة تانية، أنا دلوقتي عملت دي وعجباني، تمام، خلصت دي كده وعجباني، بس اللون مش عاجبني، عايز أغيره، هنعمل إيه؟ دوس على اللير كليكين، خش على color overlay، تمام، زي ما انتم شفتوا اتغيرت، خلي المود نورمال ونشوف اللون بقى اللي انا عايزه. خلاص، عايزه يبقى كده كده، انا مثلا كده عاجبني، خلاص، يبقى اوكي اوكي. جبنا الصوره، هنعمل بقى في الصوره زي ما عملنا ايه ورا كده، هنعمل ماسك، تمام، نبدا بقى ايه نقطع في الصوره كده ايه واحده واحده كده ايه من كل النواحي. انا كنت مقلل الاوباستي، استنى نرجع نزود الاوباستي عشان القطعة تبقى مظبوطة، تبقى شارب، تمام. نبدأ ايه نقطع، خلاص، نغير بقى في اتجاه البرش، خليها كده شوية كده مثلا، خلاص. اهم حاجة بس ايه، حاول تقطع الحواف كويس عشان ما يبانش الفريم بتاع الصورة كده مثلا، خلاص، اهو، ماشي، تمام كده. انا كده بالنسبة لي الصورة تمام، خلاص. نرجع بقى للفي، تمام، عايز بقى اغير الصوره دي اخليها شبه الباك جراوند. طب هي الباك جراوند عباره عن ايه؟ عباره عن بيج ودرجات بيج، تمام، او بني، تمام. فاحنا نعمل ايه؟ نعمل ادجستمنتس هنا، او بنجيبها من تحت برضو عادي، ندوس هنا هيو انستريشن، هيو انستريشن، تمام. فانا عايز الالوان اللي جوه الصوره دي
تبقى بس بيج واسود وابيض، مش عايز كل الالوان دي. اعملها ازاي؟ دوس كلرايز، خلاص لما دوست كلرايز فعلي الكلرايز بس على الارت بورد كلها، انا عايز افعلها على الصوره اللي جوه بس بطريقتين، يا اما بنعمل هنا من هنا كليبنج ماسك، او بنقف ما بين الصورتين كده اللي بين اللايرين وندوس هنا كده عمل لي ايه كليبنج ماسك. تمام، اجيب بقى اللون اللي انا شايفه مناسب، خلاص ممكن بقى ازود التشبع اللون بتاعه الساتوريشن او اقلله على حسب بقى، ممكن يبقى انت بتعمل ديزاين تاني محتاج حاجه زي كده، او تزود الاضاءه فيه او ايه تقللها على حسب كل ديزاين. انا بالنسبه لي كده تمام. طيب في ايه تاني في الديزاين؟ هنرجع للي احنا كنا شايفينه اصلا، ان هو اهو اللي هو كان فيه ايه، فيه تكست، تمام، في عنوان رئيسي وكلام بحجم اصغر. تمام كده، العنوان بقى مكتوب ازاي؟ محطوط على ورقه كده. طب الورقه دي انا جبتها منين؟ نروح على فري بيك، نكتب ايه، كولاج بيبر. هيديك بقى نماذج كتير انت ومزاجك بقى، عندك نماذج هنا اهي، نماذج برضو هنا اهي محطوطه في الصوره هي دي. تاكد بس لما تيجي تنزل الفايل ان هو يبقى ايه، اي بي اس واي اي، عشان لو هو جي بي جي بس مش هتعرف تاخد منها اللي انت محتاجه. انا نزلتها هنا اهو، تمام، هي بتبقى بتنزل زي كده زيب فايل وانت بتفكه، وده ايه الفايل بتاع الاستريتور، هي دي. خدها كنترول سي، اخش على فوتوشوب كنترول في، نخليه ايه سمارت اوبجكت، اوكي انتر، نطلعها لفوق، نطلع الحاجه لفوق، بنحركها من فوق لتحت ازاي، كنترول وشيفت ودال، كنترول وشيفت ودال طلعها لك فوق خالص، كنترول وشيفت وجيم نزلها لك تحت خالص. طب انا عايز اطلعها لاير واحد، يبقى ايه، كنترول ودال، كنترول ودال، تمام، دلوقتي كنترول شيفت دال، نظبط بقى الحجم بتاعها والتوزيع بتاعتها، نعدلها كده، نصغرها، تمام. طيب هو انا عندي هنا اصلا كانت الصوره باللون النبيتي، فانا اجيب اللون النبيتي ده ازاي؟ لو انا عايزه هو بالظبط هعمل لها سكرين شوت، لو على اعتبار يعني ان انا شفت ديزاين على النت او كده، تمام، اخدها كوبي واخش هنا كنترول في، اجيبها على جنب كده، واقف على ده كليكين زي ما اتفقنا، اخش على ايه كلر اوفرلاي، نعمل بيك للون ده، وعشان الورقه اللي احنا اصلا مغيرين لونها دي فيها زي ملمس كده اسود، فاحنا هنخليها ايه مالتي بلاي، احنا هنخليها مالتي بلاي عشان ايه تظهر لنا التفاصيل اللي في الورقه، ما عدناش محتاجين الصوره دي نمسحها، خلاص. طيب الصوره دي اصلا فيها زي ما تكون في ورقه متقطعه كده، طب الورقه المتقطعه دي متجابه منين؟ هنخش على فري بيك، نكتب ايه، بيبر، بيبر تكتشر، تمام، هيظهر لنا كذا نموذج، نزل بقى النموذج اللي عاجبك. تمام، نزلت واحد هنا اهو، نجيبه اهو نحطه، نصغره شويه، نصغر ازاي، هندوس الت ونشيت بالسهم هيصغرها لك، او بالماوس يعني هيصغرها، انتر، نعمل لها ايه كليبنج ماسك زي ما اتعودنا، الت وندوس كليك شمال عملها لك اهو، تمام، دخلت لك جوه الورقه. ايه اللي ناقص كده؟ كلام زي كده اصلا اجيبه منين؟ الموضوع ذات نفسه اكتبه منين؟ ما عنديش فكره يعني، انا بس في ديزاين عاجبني بس ما عنديش فكره ان انا اكتب حاجه معينه. بكل بساطه هنخش نكتب شات جي بي تي، اقول له عايز موضوع عن نزوح اهل غزه بسبب الحرب، واوضح له ان انا عايز الموضوع في سطرين، وعايز معاه عنوان من كلمتين بس، دوس له انتر هو هيجيب لنا، هو كده كتب العنوان بس، احنا عايزين نقول له الموضوع في سطرين. مش عارف شات جي بي تي ماله، فهو كتب اهو، تمام، ماشي. يبقى احنا كده ايه معانا عنوان نزوح السكان في غزة تحديات وآفاق، او النزوح القسري في غزة، تمام، ناخد احنا النزوح القسري في غزة ده، كنترول سي، نيجي هنا دوس تي كنترول في. طيب انا دلوقتي التكست ده مش هو التكست اللي كان في التصميم ده، طيب التكست في التصميم ده اجيبه منين؟ اقول لك دلوقتي، خش هنا نكتب هو اسمه ايه، بي
بي Arabic style font. أول حاجة جايبها لك طبعا إيه؟ عرب فونت، تمام؟ بس أنت لو عارف اسم التكست دور كده، مش عارف خش بقى على عرب فونت وإيه؟ دور على أقرب شكل تكست، تمام؟ بتحمله من هنا، وبعدين بيتحمل معاك بيبقى شكله زي، بيبقى شكله زي كده برضو، بتفكه يبقى زي كده، تفتحه وتدوس انستول، خلاص بيتعرف عندك على الجهاز ويبقى موجود على فوتوشوب عادي. نغير بقى هنا، نكتب عايزين ايه؟ بي Arabic ستايل. اهو التكست بقى موجود معانا، نظبطه بقى كده مثلا، نزخره شوية، نظبط برضو الورقة اللي تحتيه، كنترول تي شيفت مش الت بقى شيفت عشان ايه يشدلنا الحتة اللي ماسكها، بس نعمل كده كده شوية، ماشي، تلاقي الحتة دي كده ايه التكتشر طلع منها، بس كليك كنترول تي ونحركه معاها، تمام. انا رجعته تاني، حسيتها كده تبقى احسن. طيب نايس، ايه عندنا في الديزاين ده؟ هتلاقي ان الكلام متاكل. طب متاكل كده ازاي؟ نفس الفكره بلند اف. هنعمل ده ازاي؟ هنخش هنا بلند اف زي ما اتعودنا، ماشي، بنقطع الاول السهم ده بالت، ماشي، نبدا ايه نحرك كده لحد ما نوصل للملمس اللي عاجبنا. ده كده مثلا ندوس اوكي، اهو بدأ اللي تحت يبان معايا اهو. ونجيب بقية الكلام اللي هو شات جي بي تي كتبه لنا، كنترول سي. بس في حاجة هنا، لو احنا زي ما احنا عملنا كده، دوسنا تي، دوسنا كده قلنا جايين دايسين كده، بص الكلام هيبقى عامل ازاي، يطلع بره وهيبقى صعب تظبيطه. فاحنا نعمل ايه؟ نلغي ده خالص، خلاص، ونحدد له المكان اللي انا عايز فيه الكتابة، عايز الكتابة تبقى كده مثلا، خلاص، نعمل كنترول في، فيديك بقى الكتابة في المكان اللي انت تحددته له. غير برضو زي ما عملنا تكست، عايزين برضو نخلي الملمس زي البوستر كده، في برضو من ملمس الخلفية، سهلة نعملها، بس حاسس ان لون التكست هنا بقى داخل قوي في الخلفية، فانا ايه نفتحه شوية، ونفتح برضو لون التكست اللي فوق يبقى زي ده. عايزين بقى نعمل بلند اف للتكست اللي تحت، نخش جواه، طبعا هو هيبقى غير الورقة، الورقة تفاصيل فيها خفيفة، هنا التفاصيل كتير، فايه هيختفي بسرعة يعني، أو الملمس هيبان فيه بسرعة، بدأ يبان أهو، مش عايزين نزود برضه عشان الكلام يفضل باين. تمام كده، احنا كده خلصنا الديزاين، عملناه كل التفاصيل اللي احنا عايزينها. تمام كده، يبقى كده ايه الديزاين خلص معانا. نبدأ بقى بس نظبطه شوية، ممكن ننزل التكست ده تحت شوية، نكبر المساحة بتاعته شوية، نكبر برضو ايه ديزاين شوية، يبقى كده كده تمام. طيب انا بقى عندي صورة تانية وعايز اطبق عليها كل الكلام ده، خلاص انت ما عملت التصميم مش هتحتاج بقى تتعب التعب ده كله، من تخش على الصور اللي عندك، وليكن مثلا الصورة دي جاي جايبها هنا وحاططها انتر، يبقى في نفس مكان الصورة عشان يتطبق عليها نفس الصورة القديمة كانت بتطبق عليه، وتاخد بالالت كده الماسك، بس بس عشان كان معمول لها كليبنج ماسك، كليبنج ماسك بس. في ثانية نفذت تصميم جديد. طب انت عايز له كلام نفس الكلام، تخش على شات جي بي تي تكتب له عايز موضوع عن كذا كذا كذا، الموضوع يبقى في حدود سطرين وعنوان من كلمتين، هيديك الكلام، تغير ده، يبقى كده معاك ايه كذا موضوع بنفس التصميم، لو انت حابب حاجة زي كده يعني. بس ويبقى كده معاك ايه كذا موضوع بنفس التصميم، بس كده. هو معلش هو كان فيديو طويل شوية، بس ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوناش بقى باللايك والشير والكومنت، اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.